نريد أن نتحدث باختصار عن ما هي الإمامة عند أهل السنة، ما هي الإمامة عند الشيعة، هل الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى أم هي واجبة على العباد؟ تفضل شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان من سؤالك الجواب، قد أجبت في سؤالك عندما قلت هل هي واجبة على الله أو واجبة على الناس. واجبة على الله هذا قول الإمامية، واجبة على الناس هذا قول أهل السنة، فنحن متفقون معهم في وجوب الإمامة، ونختلف معهم في أمور متعلقة بها. فلا يصلح الناس لا إمام لهم، لا يصلح أبدا، لا يصلح أمر الناس فوضى. هكذا لا بد من إمام يسمع له ويطاع ويأخذ الحق من القوي للضعيف، ويقيم راية الجهاد ويحسن للناس ويستمعون إليه ويجاهدون في سبيل الله تحت رايته. هذه القضية محسومة، لكن الخلاف بيننا وبينهم في أمور، من أعظمها أصل الإمامة. نحن نرى أنها واجبة على الناس، أي يجب على الناس أن يتخذوا لهم إماما يسمعون له ويطيعون، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احتاجوا إلى إمام يقاتلون تحته في سبيل الله، فهذا واجب على الناس أن يفعله. بينما الشيعة يرون أن الإمامة واجبة على الله، يعني يجب على الله أن ينصب إماما يرجع إليه الناس أو يحكم الناس أو يدير شؤون الناس وغير ذلك، أو يقضي بينهم وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني وهو الأدهى والأمر في هذه القضية، وهو أن أهل السنة يرون أن الإمامة أمر واجب، بينما الشيعة الاثنى عشرية يرون أنها ركن من أركان الدين، لا يقوم الدين إلا بها. فهذه القضية خطيرة جدا، ولذلك بنوا عليها تكفير المسلمين الذين لا يؤمنون بهذه الإمامة. أقصد إمامة معينة وليس أصل الإمامة. يعني أصل الإمامة ما نختلف، ما في مشكلة، واجبة لكن ليست ركنا من أركان الدين. ثم الأمر الثاني، اختاروا أشخاص معينين وجعلوهم أئمة بدون أدلة كما سيأتي، بل هذا محور حديثنا في هذه المراجعات إن شاء الله تعالى. اختاروا مجموعة وقالوا هؤلاء الأئمة، ثم قالوا كل من لم يقبل هذا فهو كافر. بنوا عليها تكفير الأمة، جعلوها ركنا من أركان الدين. هذا هو الفرق بيننا وبينهم في هذه القضية. نعم.